أطلق فوج الفداء للكشافة الإسلامية بالمدية مسابقة افتراضية على شبكة التواصل الاجتماعي خلال فترة الحجر المنزلي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا من أجل كسر الروتين الذي يطبع يومية الحجر. قام فوج الفداء بالمدية للكشافة الإسلامية الجزائرية بعدة أنشطة في هذا الخصوص، ومنها قمنا بتنظيم مسابقات باستغلال وسائط التواصل الاجتماعي، صفحة الفيسبوك وتويتر، أين قمنا بتنظيم مسابقة كشفية على المباشر فيها عدة ميادين: ميدان التكشيف، الإشارة، المورس، الكود، والمجال الثقافة العامة. إضافة إلى ذلك كل خطرة نديروا معلومة جديدة. هل أنت مستعد في عددها العاشر؟ هل أنت مستعد؟ هي مسابقة ضمن عدد من المسابقات الافتراضية التي أطلقها فوج الفداء بهدف التسلية وشغل أوقات الفراغ، ولتعويض أيضا النشاطات المعتادة والبقاء على تواصل مع الأطفال. كل هذا من أجل التخفيف من عبء الحجر المنزلي المفروض على كل ولايات الوطن، كذلك لتجديد المعارف والمهارات الكشفية، كذلك للتواصل مع القادة ومع الفتية. ورشات الخياطة التي أنشأها فوج الفداء لم تبعده عن مهمته الأساسية في تربية وتوجيه الشباب وجلب اهتمامهم نحو أعمال يشغلون بها أوقات فراغهم، وذلك بتقديم برامجها.